على على المؤسسات، احتلال المؤسسات. وبعدين انا بس ابي اضيف الاستاذ يقول قطع الطرق، بصراحه مو مجلس النواب اللي قطع الطرق يا استاذ، هذه الحكومه اللي غير قادر على تامين هذا الامر، ومع ذلك مع قطع طرقها ومع ايذاء الناس اللي احنا ضده اصبحت الهوانات تتناثر علينا في اثناء الاجتماع. ليش انقطعت يا اخوان؟ ليش انقطعت الطرق سياده النائب؟ ليش؟ انا ما قاطعك استاذ، انا ما قاطعك، انا قاطعك انا بس اكمل الفكره. الناس ما راضيه عليكم اليوم، ما راضيه عليكم اليوم، بس اذكركم سياده النائب وانتم خايفين انه الناس لا 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 تقتحم الخضراء سووا مظاهرات. انتم لو ما خايفين، لا احنا ما خايفين سياده النائب، احنا عادي تسوون جلسه طبيعيه الامور، وهي قرارات بسيطه تتخذ ابدا. هذا رايك، هذا